ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حورية، كيف حالك؟ أنا معلمة آية، وهذه خطتك لهذا الشهر. This is your plan إن شاء الله. Let's go now to see your plan. إن شاء الله this month we will learn a new conversation. في هذا الشهر عندنا حوار جديد. New conversation، حوار جديد. العنوان: ماذا في المطعم؟ What is in the restaurant؟ ماذا في المطعم؟ ماذا means what and في in المطعم the restaurant. What is in the restaurant؟ خالد، أنا جوعان، أريد أن أتناول الغداء. الأب، هذا مطعم نظيف وجميل. ماذا في المطعم؟ في المطعم مأكولات لذيذة. أين عامل المطعم؟ ها هو قادم. أهلا عامل المطعم، the waiter. So عامل المطعم waiter. أهلا وسهلا، ماذا أحضر لكم؟ ماذا عندكم؟ لحم وخضار وسمك ودجاج مع الرز أو الخبز. ماذا تفضل يا خالد؟ أفضل الدجاج مع الرز، وأنا أفضل السمك مع الخبز. ماذا تشربان؟ أنا أشرب القهوة وأنا أشرب العصير. This is the conversation we have. هذا هو الحوار يا حورية. We will study every part of this conversation to learn more. And I really would like to keep your study, keep study, because no one can learn a new language without study. Okay, darling? So study much as you can, please. And see you, inshallah, in our sessions. جزاك الله خيرا يا حورية. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.